أحسن الله إليكم. يقول: نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا أنواع التوحيد ويشرحها. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. التوحيد مأخوذ من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو جعل المعبود واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. التوحيد هو جعل المعبود معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. وأنواع التوحيد كما ذكرها العلماء أخذا من نصوص الكتاب والسنة واستقراء لما ورد في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى. وكل ما ورد في القرآن عن ذكر أفعال الله وعن إرادته وتدبيره فإنه يسمى توحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. كل الآيات التي تأمر بعبادة الله وتنهى عن الشرك فهي في توحيد الألوهية، وهذا هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وكل ما في القرآن والسنة من ذكر أسماء الله وصفاته فإنه هو توحيد الأسماء والصفات، مثل الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير. وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قد قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال سبحانه وتعالى: له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكل اسم من أسمائه سبحانه فإنه يتضمن صفة من صفاته. الرحمن والرحيم يدلان على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والكريم يدل على الكرم، والبصير يدل على وصف الله بالبصر، والسميع يدل على وصف الله جل وعلا بالسمع لأنه يسمع، كما قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما. وكل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وضابط توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: هل تعلم له سميا. فنفى عن نفسه المشابهة والمماثلة والسمي والند والكفر، مما يدل على تنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم.